مهما كانت حساسية القضايا ومهما كانت مواقف الأطراف، مهما كانت صعوبة الاقتراب، نحتاج دائما لمساحة للتعبير والتخلص من الخوف ليسمع كل منا للآخر محل نقاش. للولايات المتحدة هو ثغرة أمنية، ولمليار شخص حول العالم هو مساحة افتراضية لا بديل عنها. تيك توك حظر يحمي البيانات أم يقمع الحريات؟ تيك توك 的打压 مساحة واسعة للمواطن حتى يعبر عن رأيه. خاطر تيك توك في الحكاية تبيرغة. كل واحد له حرية شخصية، لازم ينحط لمت أكيد. كل السوشيال ميديا ما خاصه بالسياسة. هو حاجة ماهوش إيجابية 100%. وأنا مع هالشيء إنه يحظروا. إحنا بنتحارب حرب فكري مش حرب بدبابة. هو يتحذر عشان السلوكيات بتاعت الأطفال اللي طالعة. وأنا كمشاهد أو متلقي علي إن أنا أختار بين الصالح أو الطالع. جاي نلقاوه على تيك توك. وجه حضر تيك توك لصالح السياسات. صارت أمور لعبة دول يعني. مع قرار أنا يصير عليه كنترول. ما بيعني للتيك توك كله. في موقف نادر اجتمع المشرعون الديمقراطيون والجمهوريون الأمريكيون على قرار حظر التطبيق الصيني تيك توك. قرار جاء بعد اتهام التطبيق بتجميع بيانات 150 مليون مشترك أمريكي. لم يكن هناك صحيح دليل قاطع على هذا الأمر، لكن نفس هذه الاتهامات وجهت من قبل لمنصة فيسبوك. منصات كثيرة أخرى قد تكون بنفس قفص الاتهام. هناك من يرحب من بوابة الأمن والمصالح الوطنية والمجتمعية، وبالمقابل هناك من يقف ضد ذلك ويقول إن التطبيق لا يمكن أن يجمع معلومات عن مستخدميه أكثر من تطبيقات أخرى، هي الأخرى تقوم بنفس الخدمة وبنفس الأمر. وإن كان الخوف من الخصوصية، فلماذا يوضع قانون أو لا يوضع قانون جوهري لخصوصة البيانات أو لخصوصية البيانات يشمل الجميع؟ ضيفنا الأول في هذه الحلقة خبير إعلام رقمي يشك بنظرية المؤامرة بما يتعلق بحظر التطبيقات، ويؤكد أن قرارات حظرها حكومية ومسيسة. الحالة دي أقوى وأشد وأفجر وأكثر علانية مما كان عليه الوضع كمان في 73. أمريكا ما خدتش الأمر لمنطقة الإجبار على الحظر أو إجبار الشركة أنها تبيع إلا عندما تعارضت مصالح اللوبي الإسرائيلي مع الأمر. أخبار المفبركة ممكن تخلينا نصدق معلومة ونبدأ عليها ناخد أكشن. موضوع أنواع حظر من أجل الخصوصية ومن أجل بعض الأمور الأخلاقية، لكن واقع الأمر غير كده خالص. ضيفنا الثامن محام يؤيد وبشدة حظر هذه التطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات عديدة من أجل حماية المجتمع والدولة من آثارها الكارثية. عندما تكون العقوبة غير رادعة يصبح القانون غير مجدي. هذا القانون هو جاء لحماية المجتمع من آفة الانفلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. مش معقول إنه نترك هذا الفضاء الإلكتروني مباح. لا يجوز أن يتم خطف الرأي العام من قبل مواقع التواصل الاجتماعي. بعض الشائعات لها آثار قد تكون كارثية على المجتمع. أهلا
أهلا بكم إلى محل نقاش ما بين التطبيق وما بين حظره وما بين حرية التعبير وما بين المخاوف الأمنية والمجتمعية. يدور هذا الصراع حول العديد والعديد من التطبيقات ومنها تيك توك. أرحب بضيوفي الأعزاء وزملائي أيضا في هذه المهنة. أبدأ بالإعلامي طارق أبو الراغب. طارق، أنت اتخذت موقفا متشددا من ضرورة حظر هذه التطبيقات لما لها من آثار كارثية. البعض يعتقد أن هذا هو نموذج لقمع الحريات بشكل كبير. يعني أول شيء بدي أشكرك على الاستضافة وبدي أشكركم على فتح هذا الموضوع الهام والمهم جدا. وبصراحة هناك خيط رفيع ما بين حرية الرأي والتعبير وما بين الرقابة عليها في كل شيء، وليس فقط في التطبيقات أو حتى في الإعلام. يعني اليوم إحنا كإعلاميين، وأنا كنت مدير عام هيئة إعلام، نقرأ كتبا عن ما هي المسؤولية التي تقع على الإعلامي وما هي المسؤولية الأدبية والقانونية والجزائية التي تقع عليه، بينما على التطبيقات وما يجري من فيديوهات. وأحدد بأن حديثي كان منصب حول تطبيق تيك توك. نعم. خلينا نحكي ونحن نتحدث عن تيك توك تحديد. يعني التطبيق من التطبيقات التي لا ضوابط لها واضحة ومحددة، وهذا التطبيق أيضا لا يراعي خصوصية أو أن العمر الذي يتابع هذه الفيديوهات. هذا التطبيق فتح المجال لاستغلال الأطفال والمرأة وإلى ترويج الكثير من المسائل، ولا أريد أن أخوض بلفظا احتراما للمشاهدين، ولكن ألمح تلميح حتى الإباحية كانت موجودة بشكل واضح وصريح. الفكر المتطرف أيضا كان موجودا واضحا وصريح. هذا التطبيق يختلف عن غيره من التطبيقات، والذين نادوا بأن هذا يعادي حرية يعني حرية التعبير، ومع احترامي لزميلي الدكتور المحترم الدكتور خالد، أيضا لم يحددوا هل حرية التعبير هي هذا الشيء الذي يتم على هذا التطبيق وتحديدا تيك توك. هل ما يجري من تداول فيديوهات وتحديات سواء أخلاقيا أو أدبيا أو دينيا أو حتى سياسيا وقانونيا مقبولة في مجتمعاتنا؟ اليوم بداية المقدمة اللي قدمتيها أستاذة رشا تتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية. أنا بدي أحكي لك إنه الضوابط قد تكون مختلفة ما بين بلد وبلد، ولكن هناك أسس واضحة. الولايات المتحدة هو في إطار صراع سياسي ما بين الصين وأمريكا، سنشير إليه، ولكن لها أسبابها الولايات المتحدة الأمريكية، وتتحدث عن البيانات. وهي المعركة التي تدور في الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن البيانات وخصوصية هذه البيانات، ولديها الحجج الواضحة. يعني أنا كمان بدي أعلق على المقدمة، الهند أيضا عندما حضرت أوضحت بأن هناك استغلال للبيانات ونقل لهذه البيانات الخاصة في الهند، وهم أهل اختصاص في موضوع التكنولوجيا والإنترنت وغيرها. اليوم من الناحية القانونية كل شيء له محددات وضوابط، حتى الحرية. يعني من ينادي بالحرية المطلقة هو لا ينادي بالحرية، هو ينادي بالفوضى. الحرية تقف حريتك عندما تتعدى على حرية الآخرين. أنا اليوم مش مجبر إنه ابني يفتح فيديوهات بهذا الشكل. سنتحدث عن هذا البعد الأخلاقي والمتعلق بالآثار الخاصة بهذا التطبيق تحديدا اجتماعيا، ولكن أستاذ خالد، هناك رفض منك لمسألة حظر التطبيقات، حتى أنك رأيت أنه غير ممكن حتى إذا حاولنا هذا الأمر. أنت لديك نظرية وأسانيد فيما تطرحه. طيب، يعني زي ما أنت قلت، هي تقنيا أمر صعب، يعني فكرة عمليات الحظر. وفي العالم كله لما تيجي تتكلمي مثلا على البيزنس بتاع الفي بي ان للشبكات الداخلية، الناس بتتجاوز الحظر فيها، بتتكلمي على 1.5 مليار شخص منزلين تطبيقات ليها علاقة بعمليات الحظر، 40% منهم شباب. بيزنس الفي بي ان نفسه 44 مليار دولار ورايح يبقى 87 مليار دولار بحلول 2027. فالحظر نفسه كأداة هي غير قابلة للتطبيق عمليا، مش مفيدة. بالعكس، الحظر بيعمل ايه؟ ده بيزود كمان الاهتمام، وبيزود كمان طرق تجاوز عمليات الحظر، وبيشجع كمان الفضول. فانت هنا عندك مشكله، يبقى ده مش الحل خالص. في مشكله، والمشكله دي لا تنسحب بس على تيك توك. وانا هنا مش للدفاع عن تيك توك، لكن انا الدفاع على فكره مساحات الحلول ونسويا نقدر نبني. هل ترى ان هناك اعتبارات سياسيه بالفعل يمكن ان تمس الامن القومي للدول، ويمكن ان يهدد ذلك بشكل كبير؟ الولايات المتحده دخلت في صراع مع الصين من هذه البوابه، ربما نحن في منطقتنا ندخل من الزاويه الاخلاقيه، وهذا سيكون شق ثاني في الحوار، ولكن من الناحيه الامنيه والسياسيه
قطعا يعني النموذج اللي كان بيقوله استاذ طارق اللي ليه علاقه بالهند مثلا. الهند بعد خلافات مع الحدوديه مع الصين خدت قرار الحظر، فما خدتهوش لاسباب اخلاقيه ولا اسباب. طب لماذا ترفض اذن الحظر؟ امريكا نفس القصه، رفض الحظر للسببين اللي انا قلتهم، اولا لانه غير قابل عمليا، ثانيا ان الحظر هيزيد المشكله وده مش الحل. عندنا مشكله ان الشبكات الاجتماعيه بشكل عام محتاجه عمليات للحوكمه وعمليات لادخال قوانين وتشريعات، لكن كمان ده مش دور الأشخاص نفسهم. يعني فكرة أن تيك توك مفتوحة لكل، لا هي 13 سنة، لكن لو أنا ابني تجاوز الحظر ده هل دي مسؤوليتي ولا مسؤولية تيك توك؟ احنا مش عايزين نتخيل حلول غير واقعية في العالم ده، ولازم نبقى فاهمين أن إمكانيات الحظر غير قابلة للتطبيق، ودور الأسرة واجب، دور الدولة واجب، دور المجتمع الدولي واجب، دور الهيئات التنظيمية واجبة، ترك الأمر للشبكات الاجتماعية تبقى هي المسؤولة عن منظومة القرار والفكر والمعلومات في العالم ده أمر خطر جدا، وما نحملهمش أكتر مما يتحملوا. لكن في نفس الوقت ما نبدأش نشتغل بعصا الحظر بالنموذج الأمريكي، لأنه بشكل أو بآخر احنا كلنا عارفين أنه هو أداة سياسية. طيب سيد طارق، هناك من يقول أن ما تبقى من وسائل التواصل الاجتماعي هي المتنفس بالنسبة للشعوب للتعبير عن الرأي، للمشاركة، لما ذلك خاصة وأننا بصراحة وسائل المشاركة السياسية ليست متاحة بشكل كبير. لماذا تطالب بالتصدي لتيك توك مع أن البعض يعتبر أنه متنفس له؟ طيب أنا بديت تسمحي لي بس أوضح برضو الفرق يعني، وبجوز انا خاصه ان خالد يقول لك انه من الناحيه العمليه صعب ان يكون. انا النقطه اللي عليها ملاحظه، على الرغم من اني مش تقني ولكن بحكم العمل يعني تعرفنا على كثير من الامور. الحظر يعني عدم تطوير النسخه المحدثه حتى لو على الفي بي ان، راح يصفي اصعب، راح يصفي ايضا الاعلان على هذا التطبيق اصعب، مما يؤدي مع الوقت الى حظره بشكل قطعي، بالرغم انه بعض الدول اختارت الحظر الجزئي في مناطق معينه واماكن معينه، ودول اخذت على حسابات الحكومه حسب يعني حسب كل واحد. الاردن مثلا حظرته تماما. انا بس بدي احكي لك على شغله مهمه جدا. اليوم احنا ليش قاعدين نحكي عن هذا التطبيق وبانه يعني في علامات استفهام كبيره عليه؟ النسخة الصينية من تيك توك تختلف عن النسخة المقدمة لنا، وهذا أولا. الاتفاق ما بين الشركة الأم والدولة الصينية يلزمها بتقديم بيانات. أنا بس من شوي وأنا بتابع بنشرتكم على العربية برنامج لافارد الذي استخدمه الجيش الإسرائيلي لاغتيالات، ومن الآن يعني من قبل قليل كان على النشرة، استخدم مواقع التواصل الاجتماعي لتحديد مثل هذه الأمر، مثل يعني مثل النقاط المستهدفة. اليوم مواقع التواصل الاجتماعي من يظن بأنها فقط للتواصل الاجتماعي فهو واهم، اليوم تستخدم كسلاح، شفنا التجربة الأوكرانية الروسية وشفنا كيف تم استغلالها. أنت اليوم مش مطلوب منك أنك تحارب أي دولة ناجحة، خلينا نحكي مثلا دولة مثل المملكة العربية السعودية، مثل الإمارات، دولة ناجحة وتقدم شيء جديد، مش مطلوب أنك تحاربها كسلاح. إذا أردت أن تستهدفها ممكن فقط أن تنشر الرواية السلبية عنها وتكرر هذه الرواية السلبية، مما يؤدي إلى إحباط الداخل. بس تيك توك تحديدا هي الأقل نشرا للأخبار المفبركة مقارنة بفيسبوك وتويتر. تيك توك هي الأكثر انتشارا للفئة العمرية التي تلتقط مثل هذه الفيديوهات دون تحليل مسبق. يعني اليوم تويتر خلينا نحكي كمنصة إكس. يعني إكس الآن هي سابقا تويتر، الموجودين عليها مهتمين أكثر بالشأن السياسي، فلا تمر عليهم مثل أي هذه الألعاب، على الرغم من أنه إكس برضو عليها بعض الاستفهامات. فيسبوك المنصة الشعبية اللي من، لكن تيك توك تحديدا كما يقول خالد وزن المحتوى لها وزن المحتوى السياسي فيها أقل، أقل بكثير، والأخبار المفبركة فيها نسبتها أقل، هي من أقل وده باعتراف مؤسسات في أمريكا. يعني نيمان لاب هارفورد ريسيرش بيقول أن أقل المحتويات المفبركة موجودة على تيك توك. تيك توك نفسها ما بتشجعش على الاستخدام السياسي، أنا مش بدافع عن الفيسبوك، بس أنا قصدي إن كل الشبكات لازم توضع في سلة واحدة لما تيجي تتكلم على عملية التنظيم، وأظن كمان إنها تبقى تيك توك في الآخر خالص. ولكنه يقول لك أنه يمكن أن يكون الاستخدام والاستغلال ليس مباشر، بطريقة بالضرورة غير مباشرة. أنا مش بالضرورة إني أنا أحط على منصة تحديد الأمن القومي لم يعد بالأسلحة أو قد يكون بنشر الشائعات. بالمناسبة أنا بمجرد إني أخذت بيانات، بس ده على كل الشبكات يا أستاذ رشاد، مش كل على تيك توك بس. طيب تيك توك أنا كمان أنا في الآخر، يعني اللي بيتم استخدام فيسبوك وبيتم استخدام إكس بصورة أبشع بكتير جدا جدا، حتى ضد المصالح الأمريكية. ولكن خالد يقول لك هذا دليل على إنه التيك توك مش موضوع حظر، موضوع
حجب حرية رأي أو اعتداء حرية رأي، هذا يدلل على اللي بنحكيه، لأنه الهدف من هذا الموقع بسبب يعني أنا بعيد مرة ثانية الاختلاف بينه وبين المواقع الأخرى. أول شيء إنه النسخة الصينية لمثل هذا التطبيق اللي أصله صيني تستخدم في الصين غير النسخة اللي إحنا بنستخدمها، وهذا يعني يشكل علامة استفهام. واحد، اثنين، الانتشار ورفع نسبة الريتش أو الوصول بشكل ملفت لبعض الفيديوهات أو غيرها من الفيديوهات أيضا ملفت للانتباه. هناك حدود وفئات عمرية، هو يعني لوغاريتمو على حسب طبيعة الشخص واحتياجاته. ستي بحكم الدراسات العربية احنا عندنا اغلب اللي بيتابعوا الفيديوهات الموجوده على تيك توك هم الاغلب من فئات عمريه قد تكون مخالفه للقانون ومخالفه لحمايه مسؤوليه من اقل من 13 سنه الاسره. وتيك توك مفروض الحد الادنى فيه 13 سنه. انا اول يعني ابني كذا مره قال لي ان في اصدقاء لي اقل من سن 13 وحاولوا ياخدوا اكسس، وانا نفسي كنت بقيت محرج من الموقف ده، لكن انا خدت قرار قلت له والله لا مش هتقدر تاخد الاكسس ده، لكن وفرت له بدائل وشرحت له الفكره ان تيك توك دور الاسره بس، لكن دور الأب يعني انا معاك ان في اطفال اقل من 13 سنه و9 سنين معاهم الابلكيشن. حاضنه الدوله، وهون انا بدي احكي كمان بجزئيه مهمه بحكم الدستور والقوانين لكل الدول، اي دوله يجب وهنا وصلت مرحلة الوجوب أن تقوم بحماية المجتمع وحماية الأسرة وحماية اتفاقياتها برعاية الأطفال. الأستاذ خالد بيحكي لك دور الأسرة، طب إذا الأسرة كانت غافلة عن هذه المسألة، هل نسمح بعرض أفلام إباحية لأطفال في هذه المنصة؟ هل نترك هذه المنصة لتتلاعب بالذهنية العقلية الموجودة لأطفالنا من ناحية دينية، من ناحية نشر؟ خالد يرد لأن هذه أسئلة مهمة، بس خليني أسأل حتى بعض الأسئلة أنه يروج لهذه الأفكار، لأنه هو تقني أكثر، يعني أنا بحكي بالجانب الإعلامي هو يتحدث أيضا من الجانب بس الإعلامي. هاي القصة، هل إذا أنا اليوم الأستاذ خالد كان متفرغ أو انتبه أنه أنا ابني من وراي عنده هذه المنصة، هل لا يحمى من مثل هذه العروض، من العروض الإباحية، من العروض التكفيرية، من الناس اللي قاعدة تتلاعب في عقولنا، وأيضا بعض الفيديوهات وهي أعدادها كبيرة جدا؟ وللأسف أن تيك توك لا تستجيب، وهنا أنا بدي أحكي لك عن دور يعني اليوم حتى في الأردن، أنا مضطر أن أحكي عن التجربة الأردنية، إحنا ما حضرنا التيك توك، نحن لم نتلقى استجابة من الشركة لبعض الأمور التي نتعامل معها ومع منصات أخرى. يعني فيسبوك على سبيل المثال عندما يتم التواصل معها بأنه والله في مجموعة قاعدة تحكي لنا كيف بدنا نعمل متفجرات، يا عمي هاي المجموعة قاعدة بتشكل تهديد أمني إذا مش كان على الأردن على أي بلد عربي، تستجيب فيسبوك وتحجبه. تويتر نفس إكس نفس الشيء. تيك توك لا تستجيب حتى للمطالب التي منطقية والتي يجب عليها خالد الرد على ما قلت لأنها أسئلة مهمة للغاية. طيب باختصار، ما ينسحب على تيك توك ينسحب على كل الشبكات الاجتماعية، ولو في إشكاليات أو مشاكل أو بعض المحتويات الضارة على تيك توك هتلاقي زيه وأضعاف كمان على الشبكات بس الاجتماعية. بس في استجابة يعني أنت يتم حسب بعض التغريدات بناء على كلامه. بس برضو أنا بختلف معك إنه المحتوى الضار أكثر بالمنصات الأخرى. لا قد ده تكون وجهة نظر، لكن انت لو بصيت على الفيسبوك هتلاقي، لكن آلية كمان عمل الفيسبوك المحتوى اللي انا منشوره على الفيسبوك هو باي ديفولت هو محتوى خاص بيا وبنطاق الاصدقاء، لانه بيحكم هنا العلاقه بتاعه فريند شيب ريكويست. لكن تيك توك آلية عمله قايم على فكره الاتاحه بالاساس، وانا بقدر ببعض اعدادات الخصوصيه ابدا اتجاوز عنها. تيك توك وبرضو مره تانية انا مش بدافع عن تيك توك، لكن انا بقول لو في اخطاء في تيك توك او في اداره تيك توك او في بعض المحتويات في تيك توك ففي زيها واكتر على المنصات الاخرى. ليه بالذات تيك توك اللي عليها السهام دلوقتي؟ عندك تحليل؟ طبعا طبعا. لما تيجي تبصي على المواقف اللي تم اتخاذها اغلبها طبعا اتجاه تيك توك هي مواقف سياسيه، سواء اللي في بنجلاديش او باكستان او افغانستان او الهند، امريكا، كندا، بريطانيا، سواء بتهديد بالحظر او حظر على نطاق الحسابات الحكوميه، او مؤخرا مجلس النواب الامريكي قالوا زي ما قلتي في مقدمتك. وهنا لازم ناخد مشهدين. المشهد الاولاني لجنه روبرت ميلر، اللجنه اللي طلعت من الكونجرس الامريكي في 2000 بعد انتخابات 2016 وقالت بما لا يدع مجال للشك ان في خروقات للانتخابات الأمريكية، وتم التأثير على الناخب الأمريكي بما غير بنسبة كبيرة في نتائج الانتخابات، وإن كانوا ما قالوش بشكل قطعا إيه الدول وإن كان لمحوا يعني. طيب هنا فيسبوك كانت المتهم الرئيسي، أمريكا عملت إيه قصاد منصة تم استغلالها، استغلال عمل اضطراب سياسي
محسوم ومثبت. وهي تخشى أيضا من أن يلعب تيك توك نفس الأمر في الانتخابات الأمريكية القادمة. طب تعالي بقى لمشهد 2023، ليه مرة واحدة تيك توك بقى في قفص الاتهام؟ هل ده بعيد عن الأحداث الأخيرة في غزة؟ غير بعيد تماما. الحرب اللي بتتعرض لها تيك توك تحت ذريعة المعاداة السامية واضحة جدا. الإعلام الأمريكي الكثير جدا من الصحفيين والسياسيين، حرب شنيعة بسبب، مش هقول حتى يعني تيك توك ما وقفتش جنب اللي حصل في غزة، هي عملت ايه؟ عملت إتاحة، عملت نشر موضوعي، وكان عندها دايما فكرة ان في محتويات معاداة للسامية هنقف قصادها، لكن كمان في محتويات ليها علاقة بالإسلاموفوبيا. لازم نشوف يا جماعة السياق، لازم السياق يا جماعة. أنا بتحفظ يعني، انا مش بدي اجيب طريقة دفاع عن تيك توك بانه، او مش بالقصد استاذ خالد، انه انا بدي ادافع عن تيك توك بانه والله عشان غزة. تيك توك وكل قرارات الحظر وكل المعادلات والسهام كانت مرمية قبل احداث غزة. احنا يعني انا بحكي على عندي على البلد، يعني مجلس النواب الامريكي لما يشرع قانون في شهر مارس اللي فات لحظر، تم حظره عنا قبل ما يكون في اي احداث. بس الاهم من ذلك، انا بدي اختلف معك جمله وتفصيلا بانه الاشياء الضاره الموجوده على تيك توك موجوده على كل المنصات. ارجوك، اللي بيفتح تيك توك اليوم، انا بتمنى على اي شخص وهو قاعد بسمعنا حتى نعرف الحقيقه يروح يقلب هيك. بس انا بطلع لك من كل 10 فيديوهات 9 ضارين، بينما فيسبوك في معلومة مفهوم في علم. أنا بروح بتابع الدكتور خالد لأني بدي أتعلم منه، بدي بتابع الأستاذ رشا لأنه إعلامية بتنقل حقيقة. أما تيك توك بفرض علي فيديوهات، أنا بدي أعتذر عن هذا الرفض، سيئة جدا. لا بل يا أستاذ طارق، بس خد بالك ومدمرة للمجتمع. لو هو بيفرض، هو قايم على فكرة الألجوريزم، فبسلوك المحتوى وعمليات المتابعات القديمة والبراوزر على أغلب المساوئ الموجودة في تيك توك موجودة في غيره أبدا قطعا نهائيا. أنا ده وجهة نظري، وده مش معناه، وهذا يعني معروض للمشاهد يعني. لكن أنا بتكلم على أن المنصات الاجتماعية كلها محتاجة تخرج من نطاق المراهقة، ومحتاجة عمليات لها علاقة بالحوكمة، ومحتاجة أن الدول تتدخل ويبقى ليها. ولكن خالد يقصد، مش مختلفين، لكن انا بتكلم، لكن هو يقصد ان هذا ليس بالقمع او بفكره الحظر التام. ستي انا يعني اليوم وانا على هذه القناه المحترمه، انا اليوم كدوله، اي دوله في الوطن العربي تقوم بمخاطبه قناه العربيه او تقوم بمخاطبه منصه تبلوكها الاستاذه الكبيره رشا اول مره وثاني مره، اتمنى امتلك وثالث مره وثالث مره، الا ان هذه المنصه لا تستجيب، على عكس المنصات الأخرى. أنا يعني برد بأكد مرة ثانية، لا يجوز المقارنة ما بين تيك توك وبقية المنصات. تيك توك مختلفة، وأنا ذكرت عدد من الأسباب. تملكها الصين ودي تملكها أمريكا، وأنا عندي تحفظات يعني الصين نفسها عاملة حظر للمنصات يعني. إذا الصين نفسها طيب اسمحوا لنا، يشاركنا هذا الحوار أيضا من الأردن دكتور بدر ماضي. مرحبا بك معنا دكتور بدر. وتنضم إلينا أيضا من مصر الكاتبة سمر طاهر، الكاتبة والسيناريست. مرحبا بكما، مرحبا بك دكتور بدر، ومرحبا بك أستاذة سمر. ودعني أهنئك على مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، وهذا المسلسل العظيم الذي لازم نحكي عنه، فإحنا جبنا سمر عشان نحكي عنه. تحياتي سمر ليكي، ومبروك نجاح المسلسل. هذا المسلسل وضع يده بكم جميعا، وشكرا على فتح النقاش. شكرا. هذه الظاهرة الكبيرة المتعلقة بظاهرة تيك توك دعت المجتمعات لإثارة الحوار حول المخاوف الاجتماعية والنتائج والآثار التي يصفها مثلا طارق بأنها كارثية. دكتور بدر، من الناحية النفسية والاجتماعية، هل هناك خطر حقيقي من إتاحة هذه الوسيلة للشباب، أم كما يقول الزميل خالد الآن معنا في الاستوديو أن المنع قد يدفع الشباب للبحث عن طرق بديلة لإيجاد هذه الوسيلة التي يتم حظرها؟ لا بالتأكيد، يعني أنا لا أريد أن أنتصر للأستاذ طارق كونه أيضا من الأردن، لكن أنا بالتأكيد نحن جميعا ننتصر للأردن وسلام الأردن، حفظ الله هذا الشعب العظيم. نعم، لكن بالتأكيد أعتقد أنها هو عبارة عن غزو اجتماعي شوي في تطرف، يعني ليس كما هي المنصات الاجتماعية الأخرى اللي تحدث أيضا عنها الأستاذ من مصر. فلذلك نحن نتحدث الآن عن عملية
صراحة مؤذية تماما اجتماعيا ونفسيا لأجيال ناشئة ولأجيال تقريبا نستطيع أن تصنيفها في خانة الأطفال أكثر ما هي بخانة الملتزمين أو الناضجين حقيقة عمريا، بحيث أنه يكون لدى هذا الإنسان محاولة للتفريق بين ما هو جيد وما هو سيء. هذه قضية مهمة جدا، يعني كثير من الدراسات الاجتماعية أثبتت قدرة التيك توك خاصة يعني ما بين المنصات الأخرى على التأثير النفسي للأطفال، لأنه هذا السكرول دائما في موضوع الفيديوهات هذا غير انفينيت بيسموه، يعني غير منتهي. فلذلك هذه عملية حقيقة الإلهاء وتمضية الوقت الطويل جدا أصابت الشباب، يعني لا أقول فقط الشباب العربي ولكن بشكل عام أصابتهم بنوع أيضا من الكسل والخمول حقيقة في كثير من الأمور، بحيث أنه أصبح كل شيء متاح. عداك عن القضايا الاجتماعية، نحن بالتالي لا نستطيع أن نتجاوز فكرة أن المجتمعات العربية والمجتمعات الإسلامية وأيضا هناك مجتمعات أخرى حتى لا نحجر هذه القيم المحترمة فقط على مجتمعاتنا، لديها كثير من القيم التي أصبح يتم اختزالها في فقط من بعض المشاهد الخادشة للحياة، حتى أصبح التيك توك وطبعا وسائل التواصل الأخرى أصبحت ضيفة ثقيلة الدم على غرف النوم في عالمنا الافتراضي وعلى البيوت وعلى يعني كثير من حضرتك كتراها هكذا كمتخصص، ولكن من يستخدمون هذه الوسائل يشعرون أنها متنفس لهم، وسيلة للتسلية. سنعود للتعقيب على هذا الأمر، ولكن دعونا نحيي سمر نحن الثلاثة لأنها تصدت بهذا العمل الدرامي المتميز، عمل مميز جدا، أعلى نسبة مشاهدة، عمل كمتميز، وأنا في تحليل كمان عملته كان من أكثر الأعمال انتشارا وإثارة للجدل في نص هذا صحيح. وهي تصدت بوعي شديد وحاولت، يعني سمر هذا الموضوع تحديدا لماذا أثار اهتمامك وقررت أن تقدمي على اقتحام هكذا موضوع؟ هو موضوع السوشيال ميديا والمتغيرات في المجتمع دي شغلة بالي جدا، لكن الموضوع بدأ لما شركة الانتاج، وهي عندها وعي كبير وبحييها، كانت عندها فكرة، الفكرة كانت خاصة كمان بالمخرجة ياسمين أحمد كامل، تحية ليها ياسمين، عاملة تجربة رائعة الحقيقة، يعني تحية كبيرة ليها وللشركة طبعا. فالحقيقة أنا بس أول حاجة قلتها أن أنا عايزة أعمل موضوع عن المجتمع، السوشيال ميديا أو التيك توك تبقى محرك أو عنصر، لكن هي مش القصة الأساسية، وده اللي يعنيني حتى يعنيني في الحوار اللي احنا فيه حاليا، أنه هو الأثار الاجتماعية والنفسية، لأن دي يطول الكلام عنها، لأنه في الآخر أي متغير أو ظاهرة جديدة هي بتكشف عن أشياء أصلا موجودة عندنا، أو بتعري عيوب أو بتعري فراغ نفسي عندنا. فالجانب ده مهم جدا، يعني بجانب يعني الأشياء التقنية والقانونية والريستريكشنز حاجات كلها الأخرى اللي بحترمها، لكن يهمني جدا طرح الموضوع أنه أثاره إيه علينا، وهو كمان كشف إيه عننا، أو إيه الاحتياجات اللي كانت عندنا غير ملبية، وهو جه لبها لنا، فبالتالي الناس انجرفت وراها بهذا الشكل. يعني طيب كمان نقطة مهمة، طيب خلونا نشوف جزء من هذا المسلسل أو العمل، هو طبعا موجود لدينا على منصة شاهد، وبالتالي يحق لنا في العربية أن نذيع قدر من هذا العمل الرائع، لنرى كيف استطاعت سمر الكاتبة الخاصة بهذا النص أن ترصد ظاهرة فتاة بريئة، وكيف كان مصيرها نتيجة هذه التجربة التي خاضتها مع تيك توك. أنا مجنونة. هو احنا يعني جربانين عشان تكلميني كده؟ تقفلي ليه يا تقفلي ليه؟ بتخوفيني يعني ولا لا؟ ولا خوفك ولا مخوفكيش، انا اصلا مجنونة. والله مجنونة؟ مجنونة على نفسك يا حبيبتي. لا مش على نفسي. هو ده وقت اللي هيفوتي نسمة؟ انتي ايه مش فارق لك حد كده؟ هو انت اللي زخنت ابويا على حسن؟ يا بنت انا، ولو طول اوجعك هوجعك. دي بريئه وهبله، بس لما شافتنا بنتداين ونطرد من بيتنا صعبنا عليها. مفيش غير يعني شيماء، شيماء هي اللي بوظت الكوكب كله، انا اللي بوظت العالم، انا كل الحكايه بس ان انا كنت عايزه اشتغل وابقى بني ادم وابقى معايا فلوس.
تيك توك أصبح ليس فقط وسيلة للتسلية، ولكنه أصبح أيضا وسيلة للربح. البعض أصبح يعمل من هذه الوسيلة ويتربح منه. وأنت تابعت هذا المسلسل خالد، ورأيت كيف كان لهذه الطفلة الصغيرة أو هذه الفتاة الصغيرة التي لم يكن لديها وعي ولا ثقافة ولا فكر في العديد من الأمور، وكيف تم استغلالها؟ سأعطي لك الرد للإجابة على كيف تم استغلالها من تيك توك، الذي ترفض أنت أن يتم فرض أي حظر له. ولكن عندي فاصل، يعني فاصل ونعود لمواصلة هذا النقاش. مساء الخير يا عسليات، عاملين ايه؟ وحشتوني قوي من الصبح. انا جالكوا بقى النهارده ودلوقتي عايزه اوريلكوا الاكسسوارات الجديده. لايكات بقى لايكات، ها على التيك توك انا هنا التوب. حب الناس بقى احلى حب، بس في ناس بدات تنق والحرب بقى بدات تلق. يا زميلي انا مش بايدي ان الكاش رايح لايدي، اوعى تبص تلاقي رصيدي كله من رزقي ومن نصيبي. تيك 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 توك ورزق مجتمعية حول السوشيال ميديا، وهل يمكن أن تتحول للأعلى نسبة مشاهدة للأعلى خطورة والأعلى عقوبة؟ طب أنت ما فكرتيش أن أنت تشتغلي أي شغلانة تانية تفيد المجتمع؟ يلا في 60 كشحة المركب اللي تودي، خلي الحارة تنضف. أنا حذرتكم البنت دي قبل كده بس مفيش حد سمع كلامي، استغفر الله العظيم يا رب. بعد كده اللي تقولوا هبة تتوه تصدقوه. كبسوا يا جماعة، كبسوا كبسوا، احنا بتوع ربنا. ارجوكم قربوا من ربنا، صلوا 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 واقروا سوره البقره. طبعا انا بفضل الله وبحمده عرفت اخرج العفاريت ديت وسوره البقره. دلوقتي بقى يا جماعه احكي لكم لما مت المره الاولانيه صحيت تاني ازاي. لا سحر ولا شعوذه، لا تتعجب انها اراده الله. النقاش محتدم في الاستوديو ما بين طارق وخالد فيما يتعلق، يعني طارق قول لك بشكل واضح ان تيك توك كان السبب في سجن هذه الفتاه، فيما حدث لها من ازمات، انت تبرئ تيك توك من هذه التهمه. لا يعني احنا ممكن نرجع احنا صور معانا. القضيه لو بنتكلم على السياق الدرامي، هي ما اتحبستش عن استخدامها لتيك توك، هناك من استغلها استخدام تطبيق اخر ليه علاقه بالديتنج وغرف مغلقه ومغلقة، ولكن كانت الفيديوهات الاساسيه التي تم الترويج لها عبر تيك توك انتشارها عن طريق تيك توك. بيتيح انتشار وبيتيح التعامل مع شركات وسبونسر، وبالتالي نموذج. تخيل ان يكون هذا لدى البعض الذي ليست لديه وعي او ثقافه او ليس لديه. ما اقدرش الوم عليهم، ما اقدرش الوم على بعض الفئات الاجتماعيه اللي بسميهم الديجيتال نوفو الرقميين الجدد دول او المحدثي الرقمنه. ما فيش وعي، ما فيش تعليم. طب انت تطيح لهم وترفض ان يتم حظر هذه التطبيقات الخطيره بالنسبه عشان هي مش مفيد الحظر. انا مش بقول ان الحظر، انا ضد الحظر في المطلق، انا بتكلم ان الحظر مش مفيد، مش هيصلح. وبقول ان مش تيك توك هو الوحيد اللي عنده مشكله، انا بتكلم عن الشبكات الاجتماعيه كلها فيها مشاكل ليها علاقه بعمليه تنظيمها. ولكن تيك توك ليست لديه قواعد. لماذا تيك توك هو اللي عليه ده؟ لا، في عايز اقول لك في قواعد صارمه وعمليات الابلاغ واللي كان بيقولوا عليه استاذ طارق لا بيستجيبوا تيم تيك توك في الشرق الاوسط بيستجيب وبيحذر. انا بس بدي اعلق على الدراما واحكي، بدي اشكر الدراما المصريه مش بس في مسلسل أعلى مشاهدة واللي مهم جدا بالمناسبة، ولأنه سطح الحالة وأظهرها بطريقتها السليمة، وحتى أظهر كيف تدمر الأسرة من وراء تطبيق وتصوير فيديوهات عبر هذا التطبيق، لأنه في ناس كثيرة أهاليها ما بتعرف أنه بالتحديات هاي هي بتطلع لما تشوفها أهالية تدمر أسرة. النقطة الثانية، ويحق لي أن أيضا من خلال قناتكم أن أشكر الفيلم والقائمين عليه البيت الروابي، أيضا أظهر هذا الجانب. حتى في مسلسل، أنا لأني متابع هاي القصة بالذات، في مسلسل المداح أظهر الجانب السيء في التطبيقات وكيف أنه سلط الضوء من خلال تشغيل هؤلاء النشطاء اللي بيسموهم اليوم المؤثرين واللي أصبحوا كلياتهم موجودين. وبالمناسبة أنا من الناس اللي كنت أطلع باللايفات وأنتوا عرضتوا لي لايف، فهاي الفئة يعني أصبحت موجودة. طبعا أول واحد قدمتها وعندي صفحة في عليها مليون. طب لماذا تتيح لنفسك الاستخدام وتطالب بالمنع؟ بس أنا أتيح لنفسي الاستخدام الآمن عبر منصات. وأنا مرة ما هو الاستخدام الآمن؟ أنا أختلف مع الدكتور خالد بقصة النساوي. خلاص مختلف معايا كده، خلاص أنا أساوي ما بين فيسبوك، ما بين المنصات وتيك توك. تيك توك تختلف عن باقي المنصات. انت عندك مشكله مع تيك توك؟ لا، انا بكل وضوح، لانه مش بس انا عندي اشكاليه اليوم الشارع العربي، وراح تشوفوا التعليقات. الشارع العربي كله قاعد بيحكي لك
هذه منصة لترويج للفجر، للإباحية، للتكفير، لأنها مفتوحة وتفرض علي، وتفرض علي يا سيدي الكريم. المنصة الوحيدة اللي كان فيها أراء يا سيدي الكريم أنت مصر بغزة. أنت بس أرجوك السياق. الحظر تبع تيك توك كلياته كان قبل موضوع غزة بكثير، حتى ما نروح باتجاه إنه بدي أخلط الأوراق، لا بخلطش الأوراق. أنا قاعد بحكي لك الحظر وكل مجريات موضوع غزة كان يعني بعد موضوع حظر بكثير مدة طويلة. الأهم من ذلك إنه اليوم هذا التطبيق، أنا بعيد مرة ثانية وأؤكد بأنه يختلف عن باقي المنصات، لا يستجيب، وهذه الفكرة هي التي دفعت بعض الدول إلى حظره مؤقتا، حظره جزئيا، وذلك الاستجابة لشروط بسيطة جدا إنه محتوى إباحي بنطلب نحذف وما بنحذف مثلا، محتوى تكفيري، محتوى فكر ضلالي، خوارج، دواعش، غيرها من المسائل. اليوم أنا التجربة السعودية والتجربة الإماراتية بصراحة، التجربة الخليجية في التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي مميز جدا، ونحن نحاول أن نقدم هذا. ما الذي يميزها من وجهة نظر؟ أنها غلظت في العقوبات ابتداء، فيعني ما احتاجت أن تصل إلى الحظر. أما لما كانت العقوبات، وأنا كثير كنت أحكي وأنا في الأردن تحدثت عن هذه الجزئية، العقوبة الرادعة هي إنهاء للمشكلة. كان ممكن يظل هذا التطبيق مثلا، ولكن مع عقوبة رادعة أنا بضمن أبنائي أنهم في حماية. طب وكيف ستتعامل مع شغف الشباب كما شاهدنا في أعلى نسبة مشاهدة بهذه الدولة الوسيلة؟ أي دولة مسؤولة، اليوم كل الدول العربية مسؤولة، وهنا بجوز يزعل مني الدكتور خالد أخي وصدق، لا ده بالعكس، أنا مسؤولة معك. أن تحضر مثل هذه التطبيقات، تحضر لا نعم أن تحضرها. أنت بتتكلم في المشكلة، لماذا تحضرها؟ لماذا تحضرها؟ وأنا مرة ثانية برضو بختلف مع الدكتور خالد، يعني الحظر 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 عندما يوقف التحديثات وتوقف الإعلانات فشيء طبيعي، حتى لو فتحوا في بي ان مرة مرتين ثلاثة بعديها راح ينتهي. طيب نعود إلى دكتور بدر، يعني كما يقول المثل هو يا إما نفتح الشباك يا إما نقفل الشباك، ما فيش حل وسط. يعني لماذا دائما النقاش العربي أو الذهن العربي يفكر في مسألة إما القمع التام وإما الانفتاح التام؟ أليست هناك حلول وسط؟ ألا يجب أن تقوم الدول والأسر والمجتمعات بحماية أفرادها بدلا من الارتكان إلى مسألة الحظر والمنع؟ يعني شوفي، في قضية أنه دائما نحمل الأسرة، هذا عبء إضافي على الأسرة، وليست كل الأسر هي أسر حقيقة واعية لمثل هذا الخطر، خاصة عندما نتكلم عن الطبقات العادية واللي أصبح لها حقيقة متاح كل هذا الوصول إلى وسائل التواصل. وهذا ما رصدته سمر في أعلى نسبة مشاهدة. يعني للأسف مرة أخرى احنا نتكلم عن قضية هذا الوعي الذي لم تعد الأسرة قادرة على أنه متابعته دائما من خلال منصات التواصل الاجتماعي. فلذلك أنا يعني لما بشوف، أنا بدي رقابة يومية أيضا على أفراد أسرتي، هذه الرقابة لا يمكن أن تكون ذات يعني جدوى حقيقية يومية. الأطفال ليسوا دائما مع الآباء، الأب مشغول في شغله والوالدة أيضا بنفس الشيء، الابن يذهب إلى المدرسة والبنت تذهب إلى المدرسة، وبالتالي هناك أيضا مسحات خاصة لهؤلاء الأطفال. طب من يدرك دكتور أنه إذا تم المنع ألا يلجأ الطفل أو الشاب أو الفتاة إلى وسائل أخرى، إلى تطبيقات أخرى، يعني إلى إذا ما تم يعني منعه في المنزل أن يتم بالتحايل على هذا الأمر بوسيلة أخرى، لصديق له، لزميل له، وهكذا؟ إذن أنا أصعب الحالة، يعني قد يكون هذا هو الإجراء الأفضل المبدئيا المتاح بيد الأسرة، هو تصعيب حالة الدخول إلى مثل هذه المساحات. أخت رشا والضيوف الكرام والمشاهدين الكرام، عندما نتحدث عن المؤثرين الآن في كل عالمنا العربي، حقيقة هم ليسوا مؤثرين لا من ناحية علمية ولا من ناحية أدبية ولا من ناحية لغوية. يعني خلينا بنكون صريحين، في أغلب المؤثرين الموجودين على منصات التواصل الاجتماعي وخاصة تيك توك، هم عبارة عن ناس عاديين يبحثوا عن الشهرة من خلال عرض قضايا هي لا تتوافق مع القيم التي نحن دائما ننادي لها في مجتمعاتنا، سواء العربية أو الإسلامية أو حتى المجتمعات الأخرى التي تحافظ على الحد الأدنى من القيم التي تعودت عليها. قد يكون، أنا صراحة بدي أكون صريح شوي والأستاذ طارق ما بيأخذني في ذلك، في الأردن احنا كان في البداية الحظر سياسي، بدي أكون صريح، وهو قبل أكثر من سنة، وهذا ما يتحدث عنه الجميع أن هناك دوافع سياسية، خالد أشار إليها بشكل واضح. أنا معك، أنا
أنا معك وأكون أنا صريح، هي نعم كانت في البداية بسبب الخوف من بعض الأحداث السياسية، لكن بعد ذلك اكتشفت أغلبية المجتمع الأردني أن حظر التيك توك قد حقق نتائج مهمة جدا على المستوى الاجتماعي والمستوى الأخلاقي عنا في البلد، لكن ظل أيضا وسائل التواصل مشان أنتصر للدكتور خالد أيضا. يا قسم انتصاراتك دكتور اليوم. يلعب دور سويسرا في لكنها صعبت حقيقة في صعبت فيها إلى حد كبير جدا الوصول إلى ما تم الوصول إليه حقيقة في منصة تيك توك. هذه قضية مهمة جدا، فقط أنا لا أريد أن نحمل العائلة أكثر مما تستطيع أن تحتمل حقيقة عائلتنا العربية. طب نعود إلى اسمح لي دكتور واسمحوا لي ضيوفي أعود إلى سمر مرة أخرى لأن تجربتها تستحق التوقف كثيرا. أنا تابعت المسلسل جيدا سمر كل الحلقات وفي 3 أيام، يعني كنت قد تفرغت لهذا المسلسل وأشكرك على متعة المشاهدة مرة أخرى، ولكن شعرت أنك في النهاية حاولت أن تقدمي خطابا توعويا في جلسة المحكمة بشكل مباشر، وربما يرى البعض أنه يأتي كخطاب عام ولا يبحث عن آليات حقيقية لكيفية العبور إلى أذهان وعقول هؤلاء الشباب لمنع، حتى أن شقيقتها قررت أن تأخذ تيك توك لزاوية أخرى من ناحية الدين أو من ناحية الحجاب أو من ناحية الجن والعفاريت وما إلى ذلك. في النهاية تمسكت النماذج التي قدمتها في المسلسل بتيك توك ولم تتخلى عنه. حقيقي وفعلا كان مهم بالنسبة لي جدا نهاية أختها، لأنه أحيانا يعني حتى الإدانة القانونية اللي حصلت، لأن كان في فعلا تورط في إن بطلة المسلسل تم استغلالها، ودي كانت تيرنينج بوينت في الدراما يعني هكلمك عنها. بس كنت عايزه اتكلم عن اختها لما عملت يعني شكل يرضي المجتمع من وجهه نظرها او شكل اكثر تحفظا، وطبعا هو برضو اللي قدمته محتوى زي ما انتم شفتوه كده، يعني انا مش هحكم عليه بس حضرتك قلتي غير نافع برضو بالمره ومضلل، بس في الاخر لايف جوز اون، وهي استمرت بس تحت غطاء نسبيا هي كده بشكل يحترمها بعض فئات المجتمع. فهنا برضو انا بحلل شويه مش وسيله التواصل الاجتماعي قد ما هو دايناميكس بتاعت المجتمع نفسه، ما يدينه المجتمع وما يبرئه. صحيح. هقول لك على التيرنينج بوينت، هو طبعا الاحداث المسلسل كلها تؤخذ يعني مش بس بالنهايه، هي تؤخذ كلها لان صحيح. في حتى القصه الاماميه وفي سياق المسلسل، ده اهم بالنسبه لي. بس اشرت الى نقطه مهمه الان وهي مساله ادعاء الفضيله، يعني اذا ظهرت الفتاه وهي تقوم بتسجيل اي فيديو عادي يقف المجتمع ضدها. نعم، اذا تحجبت وقدمت بعض الرسائل التي تبدو انها دينية أو متحفظة أو تراعي التقاليد أصبحت مقبولة رغم أنها تحمل قدرا عاليا جداً بالضبط. يعني هي بعيدة، ده من وجهة نظرها هي ووعيها، يعني احنا واحنا بنتكلم بننتقدها بس من وجهة نظرها ووعيها هي شايفة انها نجت من المصيبة. عايزة اقول حاجة بس، هي في شقين في المسلسل. الاول ان البطلة او حتى البطلتين هم غير الكسب المادي هم كانوا بيسعوا انهم يتشافوا، فاحيانا لما الاسرة، انا عارفة طبعا ان اعتقد دكتور بدر اللي كان بيقول ما نحملش الاسرة اكتر من طاقتها عنده حق، بس هو احنا غصبا عننا مع الطوفان ده من التكنولوجيا لازم غصبا عننا بنتحمل الدور ده، ومش بس الاسره، المدرسه، اي منشات تنشئه، سوري، اي مؤسسات تنشئه اجتماعيه عليها الدور ده، لانه هو طوفان قادم واحنا لازم نتعامل معاه ونرشد استخدامه، مش بس كمان ان الشخص يطلع يعمل حاجه غير يعني بعيدا عن عاداته والتقاليد، هو في طيف واسع من الاضرار زي خطر التنمر او ان الواحد يبقى عنده اللي هو fear of missing out، يجي له اكتئاب من ان هو في مهمش احسن منه، وطبعا في طبعا وفي بالظبط التهميش، وهي كانت بطلة مهمشة. صحيح. وحتى في مضمون جيد على وسائل التواصل، لازم نقول في مضمون جيد، بس كل ده يعني انا شايفه ان هو لو في توعية من المدرسة ومن الأسرة وفي قبل التوعية احنا مش هنقدر زي ما حضراتكم قلتوا نراقبهم طول الوقت، بس يبقى في حب. انا عارفة ان ابني، طب دكتور بدر واستاذ، انا مع الحظر، مع الحظر، انا هقول بس نقطة واحدة، انا ممكن يبقى ابني بعيد عني بس هو فعلا خرج بره وشاف كل حاجه بره. طب سمر عشان احنا حائرين انا وخالد دلوقتي، ما فهمته في المسلسل انك لست مع الحظر، لكن انت الان كسمر مع الحل ولا مع الحظر؟
حظر التطبيق ام الحل والتعامل معه؟ الحظر، الحظر مشكله الحظر بس هو تخوف منه انه مش حل، لانه زي ما قلنا في معسكر، في معسكر خالي، فشايفه انه ما ينفعش حظر دلوقتي في اللي احنا فيه، في الوقت اللي احنا فيه. طب الحظر المحكم، لا المحكم الحظر متشدد، هي بتحكي هو في ثلاث مدارس يا استاذ طارق، انه انا الحظر مش راح يصير، في الحظر اللي حضرتك بتتبناه وبتتبنى الحظر ايه ده، الحظر المطلق المحكم المتشدد. ودكتور بدري معاه بالمناسبه، دكتور بدري يعني، لا دكتور بدري اعتقد معاه الحل، لا في الإتاحة. دكتور لا اعبر عنه، ولكن دكتور حضرتك مع اي اتجاه دكتور؟ مع الحظر التام، لان انا ما فهمته من كلام حضرتك ان رغم الدوافع كانت سياسيه لحظر التطبيق في الاردن، الا ان ما نتج عنها من نتائج اجتماعيه جيده دفعت بحضرتك كخبير ومتخصص لدعم فكره الحظر. نعم بالتأكيد، يعني رشا أنت حكيت اللي في بالي، يعني لما بحكي أنا في الأردن صراحة من خلال التجربة في السنة كده انتصار لإبن بلدك يا دكتور، رجعت لسويسرا جيدة. طب أنا دكتور خالد معترض، يعني بيقول يعني كده أنتم جميعا الحل أكتر. طب خليني أول موضوع أنا بس في نقطة واحدة بدي أحكيها بس بعد إذنك، يعني هي القصة مش إنه أنا مع الحظر ولا الأردن مع الحظر، أنت مع الحظر، أنت قلت اسمح لي بس أكمل. أنا إذا أوجد بديل تصبح هذه المنصة منضبطة تتعامل مع الناس بطريقة محترمة وتأخذ بالتبليغات أنا مع بقائها، ولكن خلال أكثر من سنة ونحن نتحاور والآن بحكي معك بصيغة حكومية وأنا على عندي معلومة يعني، وهم يتحاوروا مع هذه المنصة ومع مكاتبها وهي تضرب عرض الحائط بهذا الكلام. طب أنت الأهم بس الأهم أنت مع الحل، لا هو مع الحظر، لا هو مع الحظر، لا يغير موقفه. لا بس ليش أنا مع الحظر؟ ما هو لأنه لا يرى أن هناك حلول، لأنه هذا التطبيق لن يجدي نفعا ولن يؤتي مشاهدات إذا كان تطبيقا محترما يقدم قيمة مضافة. هو لن ينجح إلا بالتحديات التي عرضت في أسألك. دعني أسألك، أنت كإعلامي وقانوني طارق، وأنت لك هذا الشق وهذا الشق، ألا تخشى أن يتم توسيع أفق هذا الحظر ليشمل دوافع سياسية، ليشمل منع لأسباب سياسية، ليشمل قمع حقيقي لفكرة الحرية والتعبير؟ جميل، أنا بدي أجاوب على هذا الكلام وأختلف مع الدكتور اللي كان مؤيد لي في هذه الدكتور بدر. الأردن لم يحظر تيك توك لأسباب سياسية، نحن لا نتحدث عن الأردن، أنا أتحدث أنه هو حكى أن الأردن هو جزء بتقديره كان الدوافع السياسية. دعني أقول لك بصراحة، ليست الأردن 100%، أمريكا التي دائما ما تدعي كندا الحريات، كل الدول كل الدول تتحدث بهذه الصيغة. أنا اليوم بياناتي مهمة وهذه نقطة لازم نركز عليها، لأنه يعني الصراع الأمريكي الصيني موجود، احنا الأردن ما عندنا صراع لا مع الصين ولا مع أمريكا، بالعكس هي الشركات وهذا في تطبيقات أخرى صينية شغالة. هذا التطبيق تحديدا لم يستجب لنداءاتنا، بينما شركة ميتا غيرها من الشركات استجابت. ألا ترى أن البعض قد يستخدمه شماعة للقمع؟ أنا لسه بدي أجاوبك على هاي النقطة. هناك معايير وضوابط، لم نصل إلى الحظر إلا بعد مخاطبات تجاوزت العام، هناك وحدة جرائم إلكترونية تحدث، هناك عشرات القضايا التي اشتغل فيديوهات ديب فيك لأشخاص تضرروا. طيب نعطي خالد الرب، لا تخيلي بس هاي بس الوقت انتهى، ولكن لا أعطي خالد ما تبقى من الوقت لأكون عادلة، لم تقبل متى أن تمسح فيديوهاتهم وهي بخطورة. هو يعني خلينا نتكلم أن الإباحة في المطلق إحنا ضدها، والحظر ضده لأسباب زي ما قلنا عمليا صعب جدا ومش حل، والحل هو ان انت توجد صيغة للحلول. الصيغة دي هي مش صيغة سهلة جدا، هي صيغة فيها المجتمع، وزي ما قالت أستاذ سمر ان التنشئة، البيت، المسجد، الكنيسة، المؤسسات الثقافية دورها ناقصة أعباء، هي فيها ما يكفي، ده أهم دور ليها. إذا كنت أنا مش قادر أقوم ابني وحطه على تراك صح، خلاص يعني بالضبط زي مثلا ابن بنحط أولادنا على الطريق السريع، هل ينفع أحط أولادي على الطريق السريع وأقول بقى هم وحظهم هم وبختهم؟ بالضبط الإنترنت والشبكات الاجتماعية، وضع أطفالنا وأبنائنا على الشبكات الاجتماعية بدون دايما ينتهي الوقت، ولدي ولدى ضيوف العديد والعديد من المحاور، نهاية محل نقاش، إلى اللقاء.